هنبدأ في تشابتر 2، اللي موجود واللي مش موجود في تشابتر 2. ايه اللي موجود في الكونسبت شيت وايه اللي انت لازم تبقى عارفه قبل ما تخش الامتحان؟ تشابتر 2 في الامتحان متواجد منه 10 أسئلة من الخمسين سؤال بتوع الامتحان. يلا بينا. اللي موجود: 1. الماجنتيك فيلد اراوند ستريت واير كاري كورنت، اللي القانون بتاعه B equals mu I over 2 by D. والماجنتيك فلوكس دنسيتي at the center of circular coil B equals mu IN over 2R. الماجنتيك فلوكس دنسيتي along the axis of solenoid mu IN over L، حيث ال L هي length of solenoid. اوكي. عايز تجيب الدايركشن بتاع الماجنتيك فيلد امبير رايت هاند رول او سكرو رايت هاند رول. في حته مش موجوده خلي بالك منها، انك انت بتقول الستريت مع ستريت والكيرفد مع الكيرفد. في حاله الستريت واير يبقى الصبع ده بتاع الكرنت والصابع دي بتاعه الماجنتيك فيلد. اوكي. لو انا معايا السيركولار كويل، فتخلي بالك ده شكل الماجنتيك فيلد، وتخلي بالك لو الكرنت ماشي كلوك وايز في اللوب فالبيهيفير بتاعها ساوث بول مش موجود، ولو كان الكرنت ماشي انتي كلوك وايز فبتبيهيفز از نورث بول. الفورس اللي بتنشا في واير كاري كرنت محطوط في ماجنتيك فيلد، هتنشا فيه فورس قيمتها بي اي ال ساين سيتا، والجميل انه معرف لك سيتا. سيتا از ذا انجل بتوين ماجنتيك فلوكس دنسيتي اند ذا واير ويتش كاري كرنت. اوكي. لو معايا تو ادجيسنت وايرز كاري كرنت فيبقى في فورس ما بينهم ميو اي 1 اي 2 اوفر 2 باي دي ال. خلي بالك لو التو وايرز كاري كرنت ان ذا سيم دايركشن فيبقى الفورس اتراكشن، لو التو وايرز كاري كرنت ان اوبوزيت دايركشنز فيبقى الفورس ريبولشن. حلو. التورك اللي بينشا في الكويل بيان ساين سيتا بي اي اي ان ساين سيتا. سيتا از ذا انجل بتوين ماجنتيك فلوكس دنسيتي اند نورمال تو بلين اوف ذا كويل، او اللي اسمه النورمال تو بلين اوف ذا كويل ماجنتيك دايبول مومنت. الماجنتيك دايبول مومنت موجود في الكونسبت شيت اللي هو عباره عن اي اي ان، بس اليونت بتاعته مش موجوده اللي هي امبير دوت متر سكوير زي ما اتفقنا، اللي اليونتس شحيحه في الكونسبت شيتس لانك انت محتاج انك انت تستنتجها. اوكي. الجالفانوميتر والاستراكتشر بتاع الجالفانوميتر في عجاله موجود في الكونسبت شيت بالشكل ده. الايديا اوف اوبريشن اوف جالفانوميتر بيزد اون تورك انيشيتد ان ا كويل كارينج كرنت بليسد بتوين بولز اوف ماجنت. السنسيتيفيتي اوف جالفانوميتر سكيل ديفليكشن بير يونت كرنت بيعمل انجل قد ايه لما يعدي فيه كرنت كام. سيتا الساي يونتس بتاعتها راديان بير امبير لو طلب مني الساي يونتس، لكن ده ما يمنعش ان انا ممكن اقيس السيتا بالديجري والكرنت اقيسه بالمايكرو امبير او الميلي امبير، فتبقى السنسيتيفيتي ديجري بير ميلي امبير او مايكرو امبير. عشان احول الجالفانومتر لاميتر فبحط شانت ريزيستنس، والقانون ار اس بتساوي اي جي ار جي ديفايدد باي اي ماينس اي جي، والشنت ريزيستور شود بي كونكتد ان بارالل ويز جالفانومتر كويل. عشان احول جالفانومتر لفولت ميتر شود بي كونكتد ان سيريس ويز مالتبلاير ريزيستور، الار ام بتساوي في ماينس في جي اوفر اي جي. عايز تحول الجالفانومتر لأوم ميتر فعلين متلازمين بتعملهم: 1. وصل الجالفانومتر ببطارية. 2. هات الار ان، الار ان اللي هي الانسايد ريزيستنس بتاعت الجهاز او الريزيستنس اوف ذا ديفايس، الار ان بتساوي في بي على اي جي، ويمر الأوم ميتر بمرحلتين: مرحلة الاعداد اللي هي اللي فاتت، ثم مرحلة الاستخدام. تبقى واخد بالك ان الار توتال بتساوي في بي على اي،
I هي أي قيمة للتيار الكهربي أو شدة التيار الكهربي ما عدا أنها تكون IG. وتخلي بالك أن الR total بتساوي R in plus R added. إيه اللي مش موجود ولازم تبقى عارفه؟ لما تيجي تطبق أمبير رايت هاند رول حوالين واير ده الكرنت، فيبقى الماجنتيك فيلد على يمينه انتو بيج وعلى يساره أوت أوف بيج. لو ده واير كاري كرنت فيبقى الماجنتيك فيلد على يمينه انتو بيج، فيبقى هنا الإكس كبيرة وبتصغر تصغر تصغر علشان شابتر 3. فكل ما ببعد عن الواير يعني الديستانس بتزيد، فالماجنتيك فلوكس دينسيتي بيقل، عشان لو كان عندي كوندكتور هيتحرك فبيتحرك ناحية اليمين فماجنتيك فيلد بيقل جواها، فبلينز رول يقول له وحياة مامي ما انت قلل، فيعمل له ماجنتيك فيلد انتو بيج، فيبقى الكرنت اللي هينمو في الرينج دي هيبقى ماشي كلوك وايز. وما تنساش ان انا لو معايا واير فلاقي الخطوط قريبة من الواير مزدحمة، وكل ما ببعد عن الواير يقل الازدحام، يبقى بالشكل ده او بالشكل ده بتبقى فاهم. خلي بالك لو النقطة بعيدة عن الواير لازم اخد مين المسافة العمودية او البربنديكولار ديستانس اللي هي دي، فهجيبها بالقوانين. خلي بالك الماجنتيك فلوكس دينسيتي از ا فيكتور كوانتيتي، بمعنى ان لو كان عندي تو فيكتورز ان ذا سيم دايركشن، فلوكس دينسيتي من الاولاني ومن الثاني ان ذا سيم دايركشن، يبقى البي توتال بتساوي بي 1 بلس بي 2. دي مهمه قوي. اذا كان عندك تو وايرز او واير وكويل او واير وسولينويد او كويل وسولينويد لازم تبقى واخد بالك. لو كان عندي اتنين ماجنتيك فلوكس دينسيتيز ان اوبوزيت دايركشنز، فيبقى البي توتال بتساوي بي 1 ماينس بي 2، وهتبقى في اتجاه الماجنتيك فيلد الكبير الريزلتنت او النت ماجنتيك فلوكس دينسيتي في اتجاه الكبير. طب لو كانوا بيربنديكولار يبقى اذا البي توتال بتساوي بي 1 سكوير بلس بي 2 سكوير اندر سكوير روت. طب والجنرال فورميولا لو كان بينهم انجل، فاقول ايه؟ ان الريزلتنت سكويرد بتساوي الاول سكويرد بلس الثاني سكويرد ماينس 2 في الاول في الثاني كوزين الانجل ما بينهم، ودي اللي تحل بيها اي حاجه حتى لو كانت الانجل ما بينهم ب 90 ديجريز. اوكي خلي بالك لما نيجي نطبق الكلام اللي انا كنت بقوله، تو وايرز كاري كارنت ان ذا سيم دايركشن، فالازرق الماجنتيك فيلد بتاعه هنا انتو بيج والاحمر الماجنتيك فيلد اوت اوف بيج، اصبح ان بتوين ذا تو وايرز الفلكس الازرق والاحمر ان اوبوزيت دايركشن، فيبقى البي توتال بتساوي بي 1 ماينس بي 2، وبره اذا جوه قلنا ماينس يبقى بره بلاليس. وتخلي بالك ان احتماليه النيوترال بوينت بتظهر فين؟ في الحته اللي فيها سبتراكشن، فالنيوترال بوينت هتظهر في الحته دي اللي فيها سبتراكشن. اوكي اللي بعديه، لو انا معايا سيلينايد والكرنت ماشي، امشي يا كرنت، فيبقى الكرنت ماشي بالشكل ده اهو ها. وبعدين لما اجي في الوش ده، فالوش ده يبقى نورث والوش ده يبقى ساوث. خلي بالك الماجنتيك فيلد اوريجينيت فروم نورث بول تيرمينيت ات ساوث بول سبوز تو كونتينيو انسايد ذا ماجنت فروم ساوث تو نورث. ده شكل الماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد بتاع السولونويد شكله ايه؟ لوكس لايك بار ماجنت. طب وبتاع الكويل؟ لوكس لايك شورت بار ماجنت. وقيمة الماجنتيك فلوكس دينسيتي ميو اي ان اوفر ال. خلي بالك في حتة مهمة جدا، لو انا كان معايا سلك عامله كويل او سولونويد، وقلت لك ان انا فكيت السلك ده وعملت له ري راب، اعيد لفه مرة اخرى، فوانت مغمض عينيك طالما السلك ثابت فتقول بي 1 على بي 2 بتساوي ان 1 على ان 2 all squared. ولكن تخلي بالك لو كان معايا سولونويد وقطعت حته منه نص السولونويد ربع اور وات ايفر، فتخلي بالك قول ان انا طيرت نص السولونويد، يبقى النمبر اوف تيرنز قلت للنص، لينث السولونويد قل للنص. خلي بالك لينث الواير المستخدم قل للنص، فالريزيستنس تقل للنص، اند كونكتد وذ ذا سيم باتري فالكرنت دبل، فتك كير
من القصة دي؟ هل أنا قطعت ولا غيرت؟ كان معايا نفس السلك وغيرت اللفات، يعني هو السلك كان عامل 5 لفات وبعدين عمل 10 لفات أو 20 لفة. فتكير من القصة دي. أوكي، خلي بالك لو أنا معايا 3 wires وقلت لك هات لي الفورس في واير بي، فتعمل إيه؟ فتقول كالآتي: بي و سي 2 wires carry current in the same direction for force attraction، يبقى البي يروح للسي. أوكي؟ بالشكل ده، وليكن قيمتها ب 10 نيوتن. ارجع كده، بي و اي 2 وايرز كاري كارنت ان ذا سيم دايركشن، يبقى الفورس ما بينهم اتراكشن، فيبقى البي بيروح للاي في الدايركشن ده. لو دي ب 10 نيوتن سي، ودي طلعناها ب 7 نيوتن، فيبقى الريزلتنت ب 3 نيوتن في اتجاه الكبير. خلي بالك لو عندي اميتر، فيبقى ده مهم جدا الجراف، لو رسمت علاقه ما بين الاي والريسيبروكال اوف شنت ريزيستنس. خلي بالك ان النقطه دي يبقى اسمها اي جي، وان السلوب هيساوي في جي، لانه اي على 1 على ار اس، فيطلع اي تايمز ار اس اللي اسمه في جي. في حته مش موجوده ومهمه جدا، لان كنتوا بتتعاملوا بيها دايما في حل الاسئله. لو قلت لك انا هديكريس السنسيتيفيتي اوف جالفانومتر تو 1 اوفر 4، لو هديكريس السنسيتيفيتي ل 1 اوفر 4 يبقى هرفع الرينج 4 مرات، يبقى الاي بتساوي 4 اي جي، ودي مهمه في الحل. طيب وفي الفولت ميتر لما ارسم علاقه بين الفي والار ام، تبقى عارف ان النقطه دي اسمها في جي، والسلوب في على ار ام فيديني اي جي. اوكي، خلي بالك في الاميتر سكيل مش يونيفورم، مش ماشي بانتظام زيه زي السكيل بتاع الهوت واير اميتر. وده ليه؟ لان الكرنت انفرسلي بروبورشنال وذ توتال ريزيستنس نوت ذا ادد ريزيستنس. السكيل بتاع الاميتر عليه الادد ريزيستنس اونلي، ودي بقى مهمه اللي بتحلوا بيها لما يبقى قدامك اوم ميتر سكيل، فيقول لي ايه؟ انا حطيت ريزيستنس، الادد ريزيستنس خلت الكرنت ينزل او البوينتر يجي عند النص، فالكرنت قل للنص، معنى كده ان الار توتال دبلد. ولما الار توتال دبلد يبقى الار توتال هي الار اد بلس ار ان، يبقى معنى كده ان الار ادد بتساوي مين؟ بتساوي الار ان. طب خلي بالك من اللي بعدها. طب لو قلت لك ان السكيل جه ل 1 اوفر 3 اتس ماكسيمم فاليو، يبقى معنى كده ان الكرنت دروب ل 1 اوفر 3، يبقى الار توتال بتساوي 3 ار ان، يبقى زادت 3 امثال ما كانت عليه، يبقى الار ادد بتساوي 3 ار ان ماينس ار ان، فتطلع بتساوي 2 ار ان. كل دي الحاجات المهمة اللي أنا كنت بقولها لك، وسبيشالي الحاجات المستخدمة، لأني كنت قلقان، لأنك لو ما بصيتش على الورقة هتبقى في مشكلة، وأنت بتحل بالشكل ده وبتحل وبتستخدم الكلام ده، فحط الكلام ده في دماغك مع شوية أسئلة، وإن شاء الله كل الأمور بسيطة، واستناني في شابتر 3.